نشوف ثلاثة ثلاثة ودي قصة، وهقول لك قصة تانية من الواقع. ثلاثة دخلوا غار يرتاحوا عشان كانوا مسافرين، اتقفل عليهم بصخرة، حكيناها كتير. لكن النهاردة لازم نقولها في حتة التقوى. ليه؟ لأن الثلاثة دول لو ما كانش كل واحد فيهم في موقف في حياته اتقى ربنا فيه، كانوا الصخرة هتفضل مقفولة وهيموتوا. زي بالظبط احنا في حياتنا يا شريف، كل واحد في حياته عندنا مشاكل كتير قوي، احنا عندنا هموم وللاسف الدنيا دلوقتي فيها صعوبات كتير، فتلاقي كل واحد شايل. ولو كل واحد طلع يسجل فيديو يقول يا جماعه ايه الهموم اللي، هتلاقي صباح الفل بقى، هتلاقي كله قاعد بيتكلم وكله بيحكي. الميزه في الحته دي الصمت والاحتساب، تمام؟ فالثلاثه دول لما دخلوا الغار واتقفل عليهم فخلاص هيموتوا، فكل واحد كده اقترح حاجه، قال تعالوا كل واحد يدعي ربنا بلحظة اتقى ربنا فيها علشان ربنا مش علشان حد تاني. أيوة صح. يعني هم مقتنعين ان في افعال خير احيانا بتتعمل علشان الناس، فهم قالوا لنفسهم ايه، لا احنا كل واحد هيدور قوي على عمل، لا 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 مفيش شريك، هو ربنا وبس. فلو احنا بالعمل ده كنا مخلصين فان شاء الله ربنا يصرف عننا اللي احنا فيه والصخرة دي تتشال. فاول واحد اتقى ربنا في ابوه وامه، رايح يجيب اكل الاب والام. يا جماعه الولاد الصغيرين اللي بيزعقوا وبيشتموا وبيرزعوا للابواب والماما تتصل لا تكنسل عليها واصحابها انت كبرتي ليه بتسال عليكي، الام هي الجنه والاب هو الجنه. تخلي بالكوا شوف الراجل الجميل الطيب بيعمل ايه، راح يجيب اكل وشرب عشان الام تاكل وعشان الاب ياكل، لقاهم نايمين خف يصحيهم، وولاده عايزين ياكلوا فكانوا ناموا، فالاب والام كانوا ناموا والولاد عايزين ياكلوا. فقال عدم ان انا لو مشيت عدم بر بيهم فانا هفضل واقف ومش هصحيهم لحد ما يصحوا ياكلوا وبعد كده راح اكل اولادي. فيا رب لو العمل ده كنت بتقيك فيه قوي وكان مخلص ليك اصرف عنا ما نحن فيه. فالصخره اتزقت شويه. الراجل التاني اتقى ربنا في الناس اللي شغاله معاه، اتقى ربنا في شخص ربنا حطه تحتيه. تعالى النهارده بقى مهمة طبعا يا يوسف بطريقه، بص النهارده الشركات والمؤسسات النهارده اللي يحاول ان هو يخصم من واحد حاجه يبقى فرحان، يقول لك ايه انا وفرت للمؤسسه، بس انت وفرت له ميزان حسنات يوم القيامه، بس انت في الاخر فتحت على نفسك رصيد للاسف. طبعا لا لا لا، فالنهارده شخص واحد راح اشتغل معاه نسي ياخد اجرته وروح ومشي ونسي وما رحلوش، الراجل اجرته النهارده مثلا جنيه، فالجنيه ده يشتري غنمه تانية او ايا كان، فاشترى وبدا يشتري وبدا يشتري ويكبر له شغل له الجنيه بتاعه، لحد ما بعد كام سنه الراجل راح له قال له انا كنت شغال عندك يوم انا عايز الجنيه، قال له لا 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 انت شفت الغنم والابل اللي هناك ده، قال له ده بتاعك، فافتكر وبيسخر منه، فقال له مش بسخر منك ده بتاعك، راح فلوسك اللي اشتغلت وطلع يجري. يا رب لو العمل ده كم واحد بقى، كم رجل اعمال مش موجود، كم صاحب شركه، كم ايا كان، او انا ما اقدرش اقول مش موجود، بس 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 يعني مين يفكر بالصوره الكبيره، مين يفكر يا جماعه احنا في رمضان زكاه المال الصدقات الخير. ودايما بنصح كل الناس بقول لهم ارجوكم وبقول لرجال الاعمال بصوا للي تحتكم، بصوا للي شغالين معاكم، بص للداده اللي سايبه بيتها وشغاله كام ساعه ويمكن قافله على اولادها البيت، وانا شفت حاجات زي كده كتير يا شريف. أيوة قافلين على نفسهم قافلين على الولاد البيت، الولاد صغيرين، تلاقي البنت اللي مخليه بالها من الاولاد الصغيرين تلاقيها في رابعه ابتدائي اللي هي محتاجه حد يخلي بالها عليه، هي أصلاً اللي مخليه بالها على طفل رضيع وطفل تاني عشان ظروف الناس، مسؤوليه بتحكم للاسف. فلو كل انسان مع جميل قوي نروح والجمعيات والمؤسسات، لكن ارجوكوا حسوا بالخير الشغالين معاكوا، وبعد لما يجي فائض يبقى طلع.